منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس أقمار. يا شيخ الصوت يا شيخ ايش الابداع بقى يا شيخ يا ابن المدينة اقسم بالله انا خلاص شاش راس شاش راس على فكرة هذا انا مشتري له بفلوسي مرحبا باشراف الحجاز. اهلا وسهلا يا ابو عمر. انت اشراف الحجاز ولا اشراف الطائف؟ مرحبا الطائف والحجاز كلها واحد. يا مرحبا يا مقرب بالصديق الوفي الغني. يا مرحبا والله يا جماعه دخلنا التجاره في كل شيء الين تكفرت عنه الشيء اخر شيء لا والله في كل شيء دخلنا لدرجه انه لا لا تصرح على من المدينة جدة اي تنقلات في اشياء نقولها من المدينة جدة بس الشيء الله اصر علي شربير نعناع برديسي محمد الله لا يفضحنا هذه يقولها اذا وصلت العشرة مليون ثروة بعدين في لقاء ندخل انه انت نقولها بس يعني على اساس نوقف كلام قديم على اساس احنا نقول يخوت بغيت نجيب منصور رقابة، الاستثمار في اليخوت، أنا أجيب الاستثمار بالبرديسي. أنت الاستثمار مني اللي ماسكه؟ الشريف. أنا كان يقول معنا برديسي. الله ما أنا ما قال لي كلها. تعال، أنت تذكر على الخطار اللي فتحت مدينة الدجاج. والله يا محمد ما بقي شيء، أنا ما بقي إلا وياه عضاء. الحمد لله. إيش بك؟ إيش كبده وكلى؟ إيش بك؟ لا 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 عادي 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 فين ما كول كان خطأ كمل 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 بس صراحة ما جاك الضغط إلا مفتاح التجارة لحالك صح؟ أيوة الحمد لله محمد ما فهمت السؤال عيد ما سمعت انت تقول صورة تضحك يا كم حفه ابو قلت لك ما جاك الضغط الا لما فتحت تجاره لحالك الضغط جاني من بعيد اي لحالك اي والله لكن الحمد لله الامور طيبه ابشرك البقاله صار على في بقاله تقول كان عندك بقاله لا عادي بقاله غضار بقاله غضار قول بقاله اللي يسألني انت يا محمد وينك انا في هالمكان الرايق منتجع فيرا ارفع الشاشة اطلع على هذا المكان مكان مناسب لأطفالك الميزة اللي هنا انه السيفتي عالي جدا الامن متواجد 24 ساعة ما شاء الله تبارك الرحمن على المكان الرايق منا شاليه ومسبح ودنيا ومنا تلعب أطفالك والكافي 24 ساعة مفتوح والمطعم وركان السيلي يعطيك موال أعطينا موال يا ركان إن شاء الله يجوا خليهم مفاجئ هنا يشوفوا أغاني الأطفال كلها مع حركات في بيبي شت التورت تورت تورت ما يوم العاب الكترونيه بلاي ستيشن سيارات هذا العالم الافتراضي موجود كذا يحس انه جوه حديقه مشاعد ثم باست موضع القدم وانشدت بلسان الحالقه اهلا وسهلا باهل الجود والكرم محمد صل على النبي جعل الخير نبي ما له ابدا مثيل الله الله يسعدك يا ركان نرحب بالاستاذ محمد بن خطيب والاستاذ ركان السهلي بطريقتنا والاطفال بيعيدوا عليهم يا حلاوه العيد
الولدان شوف الفنان يا حلاوة العيد من باب جديد أشكال والوان ومحمد داتك والواحد 50 أمزح أمزح أكثر واحد حللته خلفيات للإعلان لأي ورطة تورط فيها أشغلها مرحبا واقفل علي الغالي الله لك العمر يهنال الله كان يشوف محل بشوت ماشي شوف شوف يوم يجي ويلة ويلة أسوي كذا بالإعلان بالله عضنا 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 خلي ذكرني بالإعلانات اختفت الفترة ويحي ويحا ويلي ويلا بري بريا ويلي بري بريا بوم صور المنتجات المنتجات كليجة كليجة انت مو كليجة كليجة بور والله يا ماجد اتشرفنا فيك يا حبيبي يا ما كسرت الشلات كلها بيض الله شوف في الاخيره هذه بهديها لزوجتي الاخيره عرفتها اخر واحده والله تحت الكبري يا الرسلاني انا عندي اعلانات قويه الموسم الجاي حقيقه ادعجعون حللت ابوها في شيء ثاني الشوق شد شعاري ولع في قلبي مع اعلان بخاري هذه حتى اوف والله ان ذكاء سلطان استقدام عدنا يا بالله عدنا وحتى بانت افكاري راحت فداء لعيونك يا شمعتي في كوني خذني فداء لعيوني الله قلب يا مظنوني كل البشر يفدونك والله تدري انك اللي تشيل الاشياء الوحيده تغمس كذا بالعين تخوفنا فهمنا المقصود بدون ما تقول لنا الشوق ولا وين الحبيب ويلي ويلا جزاكم الله بالخير جميعا يا اهلا وسهلا الفقره الاخيره في زياره الطائف تدور عشاء لا هو مو لازم تروح كل المحلات حق غازي هلا ابو عمر هلا جاك عمار والله صراحه تحمست شفتكم في سنابات مع المشغولين عنده مناسبه طب انا ما اسال اجل ما اسال جي انا حيسال حيسال ايش جابك هذه مقدمه اقل يا عمار تنور تشرف مطرحك ومكان اخوك بس يا غازي زياد والله سعد مبروكه مكان والله حينزل لك حلا هذا الكلام هذا كان طبعا انا ايش حلا انا متابع الحساب اوف وجيت هنا عارف الطلبات والله واحد زعفران واحد بستاشيو الله اوف 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 يا جماعه الخير حتسمعوا قرمشه على المستوى يا سلام شيء يبكي 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 عمر محبط كنا سويت لا يعلو إلا سويت وين؟ ما ندري وين؟ ما ندري في رمضان هذا سوابه وين؟ يا أخي فلان سويت أتعب من بعده